أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل قال بعض الدكاترة يقول قال بعض الدكاترة في أحد محاضراته يستحيل الإجماع كمصدر من مصادر التشريع في أي عصر من العصور، فهل قوله هذا صحيح؟ هذا باطل، هذا يجحد الإجماع. الإجماع في القرآن، الإجماع ذكره الله في القرآن، ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فسبيل المؤمنين هو الإجماع الذي يجمع عليه، وهذه الأمة لا تجمع على ضلالة. المراد الإجماع اللفظي، لأن الإجماع على قسمين: إجماع لفظي وإجماع سكوتي. أما الإجماع السكوتي فإنه ظني، أما الإجماع اللفظي هذا قطعي. نعم.